وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيد الرئيس مؤسسة سوس للمدارس العاطفة ورئيس المجلس العلمي الجهوي، فضيلة العلامة الدكتور سيدي يزيد العقاوي حفظه الله، أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء، السادة الأفاضل الفقهاء والأئمة والمرشدون، السيدات أعضاء خليل المرأة والقضايا والأسرة في المجلس العلمي المحلي في دردانت من واعظات ومرشدات، الطلبة النجلاء، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي مؤسسة سوس للمدارس العلمية العتيقة، وكعادتها في انتقاء مواضيع دوراتها وفقت هذه السنة أيضا باختيارها موضوع الإسلام دين الوسطية والاعتدال. وغير خفي عليكم أيها السادة أيها السيدات أهمية إثارة هذا الموضوع خاصة في هذا التوقيت بالضبط، حيث اختلطت المفاهيم وساد بين أكثر المسلمين سوء فهم الدين، فجنح البعض إلى الغلو والتشدد والتطرف، ومال البعض الآخر إلى التفريط والتساهل الذي يصل أحياناً إلى حد التسيب والانسلاخ من الدين. بينما الإسلام في حقيقته وفي عمقه هو دين التوسط والتوازن والاعتدال، وذلك في كل الأمور، في عقيدته، في عبادته، وفي معاملاته، وفي أخلاقه. فقد اختار الله سبحانه وتعالى الوسطية منهجا لهذه الأمة التي هي آخر الأمم، وشعارا لهذه الرسالة التي ختم بها الرسالات السماوية وبعث بها خاتم أنبيائه رسولا للناس جميعا ورحمة للعالمين. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن معاني الوسطية التي وصفت بها الأمة في هذه الآية الكريمة ورتبت عليها شهادتها على البشرية كلها العدل، العدل الذي يعد ضرورة لقبول شهادة الشاهد، فما لم يكن الشاهد عدلا فشهادته مردودة ومرفوضة. أما الشاهد العدل فهو المرضي بين كافة الناس. وتفسير الوسط في الآية بالعدل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الوسط بالعدل. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى في سورة القلم عن أصحاب الجنة بفضل الاختيارات العقدية والمذهبية التي تبناها ولاة أمورنا وعلماؤنا وعقلاء وطننا منذ عدة قرون، والمتمثلة في العقيدة الأشعرية ومذهب الإمام مالك ابن أنس والتصوف السني الجنيدي في ظل وحراسة إمارة المؤمنين التي تعد بحق ثابت الثوابت السائر والحارس الأمين على أمن الأمة واستقرارها. ذلك أن السلطان والدين توأمان، الدين أصل والسلطان حارس.
وما لا أصل له فمهلوم، وما لا يعرس له فضائع. فهذه الثوابت حمت بلادنا عبر التاريخ وجعلت من المغرب واحة غريبة تنعم بالأمن والاستقرار، وتتميز بالمنهج الوسطي وبالتدين المعتدل في محيط إقليمي ودولي يموج بالصراعات والفتن، وهو ما جعل أعماق الدول اليوم تشرعب إلى النموذج أو نحو النموذج المغربي الفريد، وتتطلع إلى تكوين علمائها ودعاتها الشباب في معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات. فكيف حققت هذه الثوابت لهذه الأمة وصفيتها؟ هذا هو موضوع هذه الندوة العلمية المباركة، ولهذا الغرض استدعت المؤسسة الأستاذات الفاضلات أعراق خليل أعراق المجلس العلمي المحلي لتلودنت لإنارة جوانب هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت في الفترة ما بين 16 أبريل و 23 أبريل الدورة التاسعة للموسم السنوي للمدارس العتيقة، وقد اختارت المؤسسة هذه السنة موضوعا من الأهمية بمكان، وهو الإسلام دين الوسطية والاعتدال. وفعلا هذا الموضوع الآن هو حديث الساعة، أو لأقول يجب أن يثار في هذا التوقيت بالضبط، نظرا لأن الكثير من المسلمين اليوم فقدوا البوصلة، فهناك من يتجه نحو التشدد والغلو والتطرف، وهناك من يجنح إلى التساهل والتسيب الذي يصل أحيانا حتى التلاعب بالدين أو الاستهانة بالدين. فطرحت المؤسسة مشكورة هذا الموضوع، وتعرفون أن هذه دورات الموسم يحضرها عادة طلبة وطالبات المدارس العتيقة، وهؤلاء الطلبة يستفيدون كثيرا من العروض والندوات التي تقام وتطرح فيها القضايا التي تطرحها المؤسسة للدرس وللبحث وللنقاش. موضوع ندوة اليوم أو ندوة هذه الأمسية كان هو دور الثوابت المغربية في تحقيق الوسطية. وعندما نقول الثوابت المغربية نقصد تلك الاختيارات العقدية والمذهبية التي وقع عليها اختيار ولاة الأمر واختيار العلماء واختيار العقلاء في هذا الوطن السعيد. فقد اختاروا ومنذ قرون أحسن المناهج وأحسن المذاهب وأحسن الاختيارات. ففي العقيدة اختاروا مذهب أبي الحسن الأشعري، والندوة سلطت الضوء على مظاهر الوسطية والاعتدال في عقيدة أبي الحسن الأشعري. ثم اختاروا في الفقه مذهب الإمام مالك ابن أنس، وهذا المذهب أيضا له خصوصية تميزه عن غيره من المذاهب الأخرى، فهو مذهب يتسك بخصوبة أصوله وبتوسعها وبجمعها بين الأثر وبين النظر، وأخذه بأعراف الناس، وأخذه بأصول من شأنها أن تواكب مستجدات العصر وتطورات العصر. وهذا هو ما جعل المغاربة يتمسكون بهذا المذهب ولا يبغون عنه حولا، يعني منذ عهد الإمام مالك نفسه دخل هذا المذهب إلى المغرب، ولا يزال في المغرب وسيستمر في المغرب إن شاء الله بفضل جهود علماء هذه الأمة الذين ينافحون عن وحدتها وعن أمنها وعن استقرارها. لأن المذهب المالكي حقق في المغرب نوعا من الوحدة، نوعا من الانسجام، وبالتالي حمى الله المغرب من التشرذم
الفقهي والمذهبي، واجتمعت كلمة المغاربة على مذهب واحد هو مذهب الإمام مالك ابن أنس. اختار المغاربة أيضا مذهب الإمام الجنيد، وذلك في التصوف، التصوف السني. واختيار المغاربة للجنيد لم يكن اعتباطيا، اختاروا هذا الرجل لأنه نافح عن التصوف السني، يعني المنبثق من القرآن الكريم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتصوف المغربي والحمد لله حفظه الله من ما اعتار التصوف في المشرق من غلو وتطرف ومن شطحات، الحمد لله ذلك لم يصل إلى المغرب ولم يقع في المغرب. التصوف في المغرب هو تصوف سني عملي، وأهله أناس عمليون مشاركون في الحياة، لا يعتزلون الحياة ولا يعتزلون شؤونها، وإنما يعيشون وسط الناس ويساهمون في التنمية ويساهمون في تحقيق التضامن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي، ويساهمون، وقد ساهم التصوف السني ورجال التصوف السني عبر التاريخ ساهموا أيضا في الجهاد ومحاربة المستعمر. وهذا هو الذي جعل هذا التصوف تصوفا يجد مكانه الراسخ في المغرب ضمن الثوابت الأخرى. ثم هناك ثابت الثوابت طبعا، وهو إمارة المؤمنين. لولا إمارة المؤمنين ما كان المغرب لينعم بما ينعم به اليوم من أمن واستقرار، لأنها الثوابت هذه لولا إمارة المؤمنين ما تم حفظها وما تم ترسيخها بين الناس. فإمارة المؤمنين هي الساهر الأمين والمدافع القوي والمتين عن هذه الثوابت. وبفضل منهج وسياسة إمارة المؤمنين، وخاصة ملوك الدوحة العلوية الشريفة، وخاصة واسطة عقدهم مولانا أمير المؤمنين محمد السادس، يرجع إليه الفضل في استتباب الأمن الروحي واستتباب الاستقرار المذهبي في هذا البلد السعيد. نسأل الله تعالى أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وأن يجعل هذا البلد إن شاء الله واحة ضليلة للأمن وللاستقرار، وأن يحفظ مولانا أمير المؤمنين بما حفظ به الذكرى الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنصر مولانا أمير المؤمنين وحامي أحمد البطن والدين وصف الرسول الأمين صاحب الجلالة والمهابة مولانا محمد السادس أدر الله. اللهم احفظه لما حفظ وطحن، اللهم احفظه بما حفظ الذي اسمك أعظم كتابك الأكرم، إنك على ما تشاء قدير بإجابة جديد. اللهم عجله بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أقر عينه بسوء وادع الدين حبوب سيدي ومولاي الحسن، واشمل أزره بسر السعيد المراشي، واحفظ في سائر أفراد أسرته الملكية الشريفة وباقي شعبه الوفي. اللهم تغمض برحمتك الواسعة مولانا الحسن الثاني، وارحم مولانا محمد الخامس، وارحم شهداء الأبرار وشهداء المسلمين في كل مكان، وارحمنا وارحم والدينا وارحم من عبدنا وارحم موتانا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل الأعمال وبلغ الآمال وأصلح الأحوال، إنك على ما تشاء قدير بالإجابة الجديد. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، ونور قلوبنا بما نورت به قلوب أصفيائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وانطق بنا في حكمك وقضائك. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا.